فإن بناء المساجد وإعمارها من أبواب الخير والبر ورفعها منزلة عند الله جل وعلا، وهي من الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها وأجرها حتى بعد موت الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الذين يبنون المساجد ويشيدونها للمسلمين، يبشر كل واحد منهم ببيت في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وكما نعلم الجميع أن الله عز وجل قد فتح أبواب الخير لعباده ويسر لهم ذلك، ثم يجزيهم بعد ذلك الجزاء الأوفى. نحن سكان المنطقة الشرقية لناحية عين طويلة نطلب من جميع المحسنين، كل من أنعم الله عليه عز وجل بالمال وأوفر الله عليه عز وجل بالمال، أن يساعدنا أو يساهم معنا في اقتناء قطعة أرض من أجل بناء مسجد هنا في هذه الناحية، لأن الحقيقة المسجد يبعد علينا كثيرا، والمسجد أيضا لا يتسع لكافة المصلين، المسجد ضيق جدا. فبالتالي نطلب من جميع كل من أنعم الله عليه عز وجل بالمال أن يساهم معنا في بناء هذا المسجد، وأجركم على الله، جزاكم الله جميعا خير الجزاء. الناس اللي تعرف الحي تاع عين طويلة على بالهم باللي جمع واحد ما يكفيش، احنا ماذا بينا المنطقة هذه نزيدو نديرو فيها جامع. نوجهوا النداء للمحسنين، سواء السكان سواء السكان تاع الحي ولا خارج الحي، اللي قادر يعاوننا يعاوننا، تكفلونا بشراء القطعة تاع الأرض هذه من أجل بناء مسجد. هذا هو النداء تاعنا للمحسنين، يعاونونا باش نشريو القطعة تاع الأرض هذه وباش نبنيو عليها المسجد، وبارك الله فيكم. هذا الحي راهو اكبر حي على مستوى مدينه عين كبيره، اكبر حي الذي فيه الجهه الشماليه والشرقيه والغربيه والجنوبيه، والطالب لهذا السكان لان المسجد المركزي بعيد عليهم بزاف، وكاينين ناس قصر، كاين ناس كبار، كاين ناس يضرحوا ولاو يضرحوا يطلعوا المسجد. على كل حال اخواني، رانا نطلبوا في مسجد هنا في العين الطويله، رانا كبار شويه ما نقدروش نلحقوا المسجد، راه بعيد علينا، نهار يعود الحال بارد ولا مطر رانا ما نقدرش نطلعوا. احنا رانا رايحين نشريو قطعه تاع ارض، كاش من المحسنين اللي يحب يعاوننا ويساعدنا في هذه القطعه تاع الارض باش نبنوا فيها جامع، واجركم على الله. نحن سكان حي الشهيد سياري خليفه بعين طويله، المنطقه الشرقيه، ندعو المحسنين او احد المحسنين التكفل بشراء قطعه ارض من اجل تشييد مسجد. فلهذا يعني نتوجه بهذا النداء لاخواننا المحسنين والمحسنات اللي يقدر يعاوننا، فلا يبخل على اخوانه، والله ولا يضيع اجر المحسنين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. نطلب من المحسنين والأهل المال وأهل الخير وكل من شاف هذا الفيديو، وإن شاء الله يوصل هذا الفيديو لعبور التراب الوطني، لأن لا تدري أين يجد الخير. 58 ولاية إن شاء الله، وبرتاجيونا الفيديو هذا ماكسيمو يا جماعة باش يوصل أهل الخير وأهل الإحسان وأهل البر.